تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، نقيم مؤتمر تمكين الشباب الخامس، ونستضيف في هذا العام نخبة من الشخصيات العالمية. جيرمي ليو أول مستثمر في شركة سناب شات وشريك في شركة لايت سبيد للاستثمارات. جينيفر بولانجي رئيس التوظيف العالمي في booking.com. كوري أوينز رئيس السياسة العامة في شركة أوبر سابقا وحاليا رئيس السياسة العامة في شركة وي وورك. تذاكر حضور مؤتمرنا مجانية، حياكم الله، من 25 إلى 26 أكتوبر في قاعة الراية، والتسجيل عن طريق موقعنا الإلكتروني. شاركنا واستفيد في مؤتمر تمكين الشباب.